انطلقت يومي الخميس 24 والجمعة 25 فبراير 2022 جولات الحوار الاجتماعي تجاوبا مع دعوة سيد رئيس الحكومة سيد عز خنوش بحضور كل من السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد مصطفى بيتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة والسيدة غيثا مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في أجواء تطبعها الروح الوطنية التضامنية العالية وفي إطار الرغبة المشتركة لانطلاق حوار اجتماعي متضامن ومسؤول. اللقاءات المتتالية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التي احتضنتها مقر رئاسة الحكومة في إطار الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي عرفت مشاركة كل من الاتحاد المغربي للشغل برئاسة السيد الأمين العام الميلودي مخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة السيد الأمين العام نعم ميارة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام السيد العالمي الهوير والسيد بوشتا بوخلفة، كما عرفت حضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب برئاسة السيد الرئيس شكيب لعلج. خلال هذه اللقاءات الثنائية عبر الجميع عن اعتزازهم بأهمية هذه المبادرة التي تأتي في بداية الولاية الحكومية، والتي من شأنها أن تعزز الثقة وترسخ التعاون وتكرس المقاربة التشاركية التي في تدبير الشأن العام، خاصة ما يتعلق بالملفات الاجتماعية الملحة التي تحظى ببالغ العناية والاهتمام من كافة الأطراف. كما نوه الفرقاء بالعطف المولوي الموصول والعناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بكل فئات المجتمع عمالا وأجراء ومشغلين عبر جملة من المبادرات والتدابير التي خففت من وطأة الجائحة وجعلت من المغرب بلد الصمود والتحدي في مواجهة كل الصعاب والتحديات التي تعترض مسيرته التنموية بشكل عام. وعن القضايا المطروحة خلال هذه اللقاءات وتجاوبا مع مطالب كافة المكونات النقابية وبغية إعداد مقاربة تشاركية أساسها ثقافة النتائج، أجمع المشاركون على مؤسسة منهجية الحوار وإحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما إلى اتفاقات دقيقة وواقعية تجعل من المواطنين والمواطنين يحسون بأهميتها وارتباطها بانشغالاتهم اليومية والمهنية. وفي هذا الإطار تم الاتفاق على المنهجية التالية: أولا هندسة المنهجية، تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة السيد رئيس الحكومة مكونة من الأمناء العامون للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجنة الخاصة، ثم لجنة ولاتية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات السيد يونس كوري، ولجنة القطاع العام تترأسها السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة السيدة غيثا مزور، وما بين اللجان لجنة تقنية لأجراءة المطالب إلى اتفاقات. ثانيا الملف الاجتماعي، أكد السيد رئيس الحكومة اتخاذ إجراءات استعجالية بتوجيهات ملكية سامية من أجل تخفيف العبء على الفلاح المغربي نظرا للظروف المناخية الحالية، مع عزم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية. ثالثا التشريع الاجتماعي، ويرتبط أساسا بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية وتعديل مدونة الشغل، إذ عبرت كل الأطراف على انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذه المناقشة مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها. رابعا الجدول الزمنية، اتفق السيد رئيس الحكومة وباقي الأطراف على أنه وبالرغم من الظروف الصعبة والإكراهات المتعددة والمتنوعة فإنه من اللازم التوصل إلى اتفاقات واضحة في أجال معقولة. شكرا لكم.